عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل في نموذج الأونج مون، تمام، اللي هو الخاص بالجيت كوندو. آخر حاجة كنا واقفين عندها، وهي هنكمل من النقطة بقى الأخيرة اللي وقفنا عندها، بحيث إن إحنا ما نعيدش ونراجع تاني عشان ما نطولش على حضراتكم. آخر حاجة كنا عاملينها بيو ساودا، زي ما حضراتكم فاكرين أهو بالشكل ده كده، لما كنا إيد بتالكم لقدام والإيد التانية على شكل بيو ساو، تمام. هننتقل للحركة اللي بعد كده بتاعت موضوع حلقة النهاردة، وهي ها وونج باك دا، تمام، اللي هي ازاي الحركه دي بالشكل ده كده حضراتكم. هي الحركه الايد اللي كانت بيوصاو بالشكل ده كده، والايد اللي كانت لكمه، الايد اللي كانت لكمه هتيجي بالشكل ده كده اهو، تمام. هيبقى الكوع بالشكل ده كده شبه الزاويه القايمه، والايد دي نازله بحيث بتصد حاجه موجهه للجزء الاوسط في الجسم، من منطقه الضلوع، من منطقه المعده، في الجزئيه دي كده بس من الخارج، يعني مش هكون جوه المعده كده او جوه الجسم في المنطقه دي، لا هتكون هنا من منطقه الضلوع كده بالشكل ده كده، تمام. هي دي ها وونج باك دا، تمام، بالشكل ده كده. طيب ننفذها ازاي دي؟ لما كنا واقفين بالشكل ده كده، تمام، بيو ساو دا اهو بالشكل ده كده، ايدينا دي هتفتح بالشكل ده كده وهتنزل اهو بالشكل ده كده، وايدينا دي هتطلع لكمه، يعني دي كانت بيو ساودا، دي لما هتنزل كده دي هتطلع لكمه للامام بالشكل ده كده، بحيث ان هنا بتتجنب حاجه وبتهاجم في نفس الوقت، تمام. من هنا بعد كده هتطلع دي لكمه، وهننقل الناحيه الثانيه، يعني الحركه احنا عارفين بنكررها مرتين، تمام. يبقى زي ما قلنا حركه ها وونج باك ساودا، تمام، بالشكل ده كده. ايدينا دي كانت لكمه ودي بيو ساو دا بالشكل ده كده، زي ما احنا كنا اخدين في الحلقه اللي فاتت. هننقل بقى بالشكل ده كده، دي هتيجي بالشكل ده كده اهو، تمام، من بعد منطقه الضلوع بشويه، ودي هتطلع لكمه، يعني بعد ما كانت كده هتقوم جايه في المركز وطالع لكمه، هتقوم عاكس الناحيه الثانيه، دي هتبدا تنزل وتيجي الجنب الثاني كده، تمام، ودي هتبدا تطلع لكمه. يبقى انت كده عملت الحركه مرتين، مره شمال ومره يمين، تمام. ننتقل للحركه اللي بعد كده، الحركه اللي بعد كده وهي جوان ساو دا. جوان ساو دا اللي احنا كنا دلوقتي كنا واقفين ازاي اخر حاجه، واقفين بالشكل ده كده، تمام. جوان ساو دا هتكون برضو الجزئيه دي بتيجي كده بس هتكون مختلفه. لاحظ ان هنا كانت ايدينا بشكل كده، الكوع كان شكله زي زاويه قايمه، والكف كان بيحمي المنطقه ايه من عند الضلوع من هنا، تمام، مقلوب بالشكل ده كده. الثانيه مختلفه، الدراع بيكون شبه مفروض للاخر كده، مش للاخر خالص لكن شبه مفروض، وبتكون الايد جايه من بعد منطقه الفخذ كده، بحيث ايه بتتجنب ركله في المستوى المنخفض، تمام. يبقى في فرق بين الاثنين، الثانيه كانت هنا عند منطقه الضلوع وبالشكل ده كده كان شكل الكوع، الثانيه الدراع مفروض بالشكل ده كده، والايد دي جت من بعد، تمام، من بعد منطقه الفخذ بالشكل ده كده اهو، بحيث تتجنب حاجه زي الضربات اللي كنا بناخدها في الوينج تشون، تمام. يبقى بالشكل ده كده من الموقف من اللي احنا كنا واقفين فيه اخر حاجه، كانت تمام ايدينا دي قدام ودي بالشكل ده كده. هنا هتبدا ايدك دي تسحب عشان تنزل هنا، ودي تطلع لكمه بالشكل ده كده اهو، تمام اهو، يعني انا شرحتها لك حته حته بحيث ان ما تتلخبطش في الاثنين، بالشكل ده كده اهو. دي كانت هنا في منطقه الضلوع، هتقوم دي جايه عشان تطلع لكمه، ودي هتسحب عشان تنزل لتحت بالشكل ده كده اهو. الاثنين طبعا مع بعض، بس انا عشان بشرح لك كل حركه لوحدها عشان تاخد بالك منها جايه ازاي، تمام اهو بالشكل ده كده اهو، تمام. من هنا هتقوم جاي عامل الايد الثانيه بالشكل ده كده اهو عشان تيجي من هنا، ودي تطلع لكمه. يبقى انت كررت الحركه مرتين، مره باليمين مره بالشمال، تمام. نخش في الحركه اللي بعد، الحركه اللي بعد كده وهي ها باك دا، تمام. الحركه دي زي ما كنا بناخد زيها في الوينج تشون، اللي هي يعتبر جام ساو بالشكل ده كده، اللي كنا بناخدها طبعا كلنا عارفينها، لكن مصطلح مختلف شويه، تمام، عشان دي نموذج مش وينج تشون، ده نموذج جيت كوندو، تمام. يبقى هي عامه الحركه اللي احنا كنا متعودين عليها في الوينج تشون، لكن عشان ما نلخبطش نفسنا مالناش دعوه بمصطلحات الوينج تشون عشان ما تتلخبطش بين ده وبين ده، تمام. يبقى اخر حاجه كنا واقفين لها وهي بالشكل ده كده، ايديك كانت بالشكل ده كده، تمام. هنا بقى هتبدا ايدك دي عشان تطلع لكمه، والثانيه هتبدا تنزل كده بحيث ان تضرب جام ساو بالشكل ده كده اهو، تمام اهو. بس احنا مش هنقول مصطلح الوينج تشون، احنا قلنا ها باك دا، تمام. يبقى بالشكل ده كده اهو هتبدا ايدك دي تقلب كده عشان الكف ده ينزل، كانك بتدفع حاجه للاسفل بس في منطقه اللي يعني ايه جوه الجسم مش خارج الجسم، لا
منطقه الجسم من الداخل بالشكل ده كده، وايدك اللي كانت هنا هتطلع عشان تهاجم بالشكل ده كده لكمه مستقيمه، وبعد كده هتقوم عاكس ايدك دي هتنزل عشان تضرب تمام هابك ده بالشكل ده كده اهو في المنطقه اللي هي داخل الجسم مش خارج الجسم، لا من هنا ولا من هنا، لا منطقه الجسم من الداخل بالشكل ده كده. واحد اتنين واحد اتنين. الحركه سهله ما فيهاش اي حاجه، عشان كده ما طولتش في شرحها. يبقى احنا هيكون موضوع حلقه النهارده ان شاء الله اللي هم الثلاث حركات الجداد اللي احنا خدناهم النهارده من بدايه ما كنا واقفين الحلقه اللي فاتت. بيو ساو دا بالشكل ده كده تمام، ايديك هنا هتبدا تقلب بالشكل ده كده اهو، واحد تمام اهو منطقه الضلوع، اتنين تمام، بعد كده واحد اتنين. الحركه الاخيره اللي احنا لسه اخدينها بقى تمام من هنا اهو، واحد اتنين اهو بالشكل ده كده اهو. لاحظ اهو دي بتنزل ودي بتخش تضرب، نفس الكلام اهو دي لما هتيجي تنزل دي هتخش تضرب. يبقى احنا عرفنا مسميات التلاتة بتاعت الحركات اللي خدناهم النهاردة، وخدنا كمالة على النموذج من الحركات اللي خدناها الحلقة اللي فاتت، وكده يبقى ده السكشن التاني بتاع نموذج الاونج مون، بحيث ان احنا ما نطولش عليكم في الحركات عشان ما تتلخبطوش. كل ما الحركات كانت قليلة وابسط عشان الحركة اللي جاية بعد كده ممكن تلاقي فيها لخبطة شوية، فان شاء الله هتكون في الحلقات الجاية. وبكده انتهت حلقة النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان اللايك ده بيخلي الفيديو يظهر اسرع للناس، بحيث ان زي ما انت استفدت بالفيديو في غيرك يقدر يشوف الفيديو ويستفيد. ولو انت مش مشترك في القناة اضغط زر الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.